قبلت ومنك انت الهي وعيني عليك منتظرة راحتي في شخصك قلبي وروحي بين ايديك سلام الرب يسوع. أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، نرحب بكم في برنامجكم شبعي فيك الذي فيك، وبنستضيف اثنين من أعز الأحباب على قلبي، الأسيس الرائع رجل الله اللي أعرفه من 2007، وكتير صوته والكلمات والمسحة اللي الرب مدهاله والتعليم شيء فعلا فوق الوصف، بعتبره العلامة الأسيس رجل الله الرجل الممسوح الأسيس مجد سامي راعي الكنيسة الإنجيلية باليونان أثينا. أهلا وسهلا بك يا أسيس. أهلا بك حبيبي، مبسوط أنك تكون معايا وبتشرفنا دايما. هو شرفنا قبل كده في برنامج مع المدام، برنامج زمن الحب، وسمعنا ترنيمات وسمعنا تعليم، لكن المرة دي هيكون شكل مختلف تماما، هنكون في سياحة روحية وعمق غير عادي اتجاه ما هو الترنيم ولماذا اختفى الترنيم في مصر والأغاني، وأمور كثيرة هنسمعها مع بعض خلال سلسلة حلقات مع الأسيس مجدي، ومعانا كمان الأخ سعيد ويليام. أهلا وسهلا بيك، كن بيعزف ونكون في حرية، في حرية وفي مجد، نترك الروح القدس يقودنا من مجد المجد في اسم يسوع. أهلا بيك يا أسيس. أهلا. هذاك يا أسيس النهاردة كان في سؤال كده دايما بيتردد جوايا عن كولوسي، في رسالة كولوسي إصحاح 3 وعدد 16 عن الترانيم والتسابيح والأغاني الروحية. عايزينك تعرفني أسيس ما هي الترانيم وما هي التسابيح والأغاني الروحية. هو ذكرهم ثلاث مرات، ترانيم تسابيح أغاني روحية، هم شكلهم كأنهم منفصلين، نعم، لكن الحقيقة هم مكملين لبعض. بيقول بالظبط لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمين منظرين بعضكم البعض بمزامير. وكلمة مزمور في اليوناني اسمها بسلموس، برضو فرح يعني ما فيهاش كآبة يعني. وتخيل معايا في مزمور 9 لما داود دفن ابنه بدأ المزمور بغناء. نعم. تخيل، عايز أوديك أنا المزمور 9 ده، داود بدأ يقول إيه؟ أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لإسمك أيها العلي. وهو إيه؟ وهو ابنه ميت. يقول أما بولس وسيلة كان يصليان ويسبحان الله وهم مجلودين وسايح منهم الدم في سجن فيليبي. فالترنيم مش فرصة للكآبة. فكلمة بسلموس في اللغة اليونانية معناها إيه؟ معناها الفرح والتهليل. كمان إن الترانيم بتخاطب النفس والآخرين وتخاطب الله. نعم. فاحنا بنقول لله ما أجملك، لا سواك. نعم. من زيك، من من مثلك، نحن شعبك. نخاطب نفوسنا، النفس، نقول باركي يا نفس الرب، ترنيمة برضو دي 103. أنا التراب افتكري يا نفس، كنا بنرنمها. نعم. الآخرين تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين. نعم نعم. ترنيم للنفس، ترنيم للآخرين. طب ايه دور الترنيم؟ الترنيم اسهل طريقة بتسكين كلمة الرب في داخلنا. نعم. فهي تعلم حتى الأطفال. الترنيم ليه حاجة تانية حلوة جدا، يعلم، يسكن، ينذر. نعم. يفرح. في شيء تاني للترنيم، انه لما نرنم بالروح القدس تسقط مملكة ابليس ويهرب.
ولما رنموا حول السور سقطت أسوار أريحة. حاجة تانية للترنيم إن إحنا بنتدرب على اللي هنعمله فين؟ السماء. لا في صلاة ولا في صوم ولا في أي عبادة. الشيء الوحيد هنشترك في مع الملائكة في التسبيح. هللويا. وداود يا أسيس في كل مزاميره في الأغلبية تلاقي يقول لك إيه؟ ندخل أبوابك بالحمد والتسبيح. وبولس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ادخلوا إلى حضرته بالترنم. نعم. الترنم في بالقلب، في بالإيمان، في بالإحساس، في بالمشاعر. نعم. لكن في بالقلب والإحساس والمشاعر، طبعا دي نعمة مديها لنا الرب، بس بالإحساس والمشاعر تحت سيطرة الروح. نعم. لو خرج من سيطرة الروح تبقى زي الأغاني اللي في الشارع. بالزبط. عشان كده راحت الكنيسة عملت إيه؟ خلعت الأغاني الروحية، قالت دي تشابه اللي بره. عشان كده توقفت الأغاني الروحية وبدأنا نقلد الغرب. من زيك من مثلك، من زيك في القوة يا رب، ليك سلطان على كل الأرض، من سد أفواه الأسود، سد كل أسود على شعبك. هللويا. من زيك مين مثلك، من زيك في القوة يا رب، لك سلطان على كل الأرض، من سد أفواه الأسود، من أطفى نار الأتون، من سد أفواه الأسود، من أطفى نار الأتون، من زيك من مثلك، من زيك في القوة يا رب، لك سلطان على كل الأرض، من غيرك بسلطانه توب زكا، من غير لاوي ودعا متى، من طهر السامرية، من حرار المجدلية، من طهر السامرية، طهر المجدلية، انت يا يسوع اللي طهرت وحررت، من زيك من مثلك، من زيك في القوة يا رب، لك سلطان على كل الأرض، من أطفى نار الأتون، من سد أفواه الأسود، من غيرك قدر يطهر الأبرص، من غيرك قدر يعطي لسان للأخرس،
مين قدر يشفي المجنون؟ مين أخرج منه لاجئون؟ مين قدر يشفي المجنون؟ مين أخرج منه لاجئون؟ يسوع. مين زيك؟ مين مثلك؟ مين زيك في القوة يا رب؟ لك سلطان على كل الأرض. من سد أفواه اليسر، من أطفى نار اللاتون. من غيرك مات من أجلي على الصليب، من غيرك أنقذ حياتي من اللهيب. من غيرك مات من أجلي على الصليب، من غيرك أنقذ حياتي من اللهيب. من أوجد في الحياة، من ضامن لي النجاة، من أوجد في الحياة. من زيك، من مثلك، من زيك في القوة يا رب، لك سلطان على كل الأرض. من سد أفواه الأسود، من أطفأ نار إلا تون. يسوع، يسوع أطفأ إلا تون. يسوع أسكت الأسود عن ابنه دانيال. يسوع اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد، يسوع اللي بدأ هيكمل معانا، كل شيء هيكمله. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيه إنك هتكمل. الفرح وقت بكايا، انت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك، انت الفرح في وقت بكايا، انت القلب اللي بيتحمل. يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل، انت الفرح في وقت بكايا، انت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك يلي بترعون، يلي ايديك دايما رافعون. شكرا ليك يلي يلي ايديك دايما
بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش صادق لما توعي عن وعدك انك ما ترجعش انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش صادق لما بتوعي عن وعدك انت ما ترجعش ليك ياللي بترعاك ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني خطة عظيمة مدبرها لنا يا رب ورحلة هتكملها بديتها معاك عظيمة مدبرها رحلة عمري انت رسمها ساعدني يا ربي أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوال عظيمة مدبرة لي رحلة عمري انت رسمها ساعدني يا رب أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوال شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما شكرا ليك يا رب شكرا لايديك اللي رفعني شكرا لنعمتك لقدرتك يا رب بارك كل مستمع قدامنا يا رب كل مستمع انت بديت الرحله معاه كملها يا يسوع انا اعلم انك لا تتركنا في الوسط لأنه من بدأ عمل صالح أن يكمله أشكرك يا رب لأنك أعطيتنا نغرد ونغني فالشجر يصفق والطيور تغني ونحن لنا إله قام من الأموات وشق السماوات فيحق لنا أن نهتف ونغني اهتفي يا كل الأرض اهتفي يا كل الأمم صفقي كل الأمم بالأيادي نعظمك يا رب نباركك لأنك أعطيت أن نغني لك وحدك أنت الملك ونشترك مع الملائكة في تسبيحك آمين آمين هللويا ربي يباركك يا أسيس صوت جبلي صوت ممسوح ربي يباركك ويستخدمك رائع كتير يا أسيس ربي يباركك أخويا سعيد وليم أسيس عايزينك تكلمنا شوية عن التسبيح قلت لحضرتك التسبيح وأنا حزين جدا إن الشدة ابتدى يتلاشى نعم وخصوصا الأغاني الروحية نعم كل حاجة ياخدها العالم إحنا نوقف حتى الرقص نعم تخيل شعب الله خرج من مصر وسقط فرعون في البحر ومسكت مريم الدف وغنوا الترنيمة العظيمة دي ورقصوا أول إبليس ما شافهم يرقصوا للرب قال بس مش هسيبهم راح لما موسى طلع في الجبل فوق علشان يعمل ايه يستلم الوصايا خلاهم عملوا عجل من الذهب وسكروا وحولوا الرقص للرب للرقص لمين للعجل للعجل ده وهم ايه مخمورين فاتلغى الرقص في وسط شعب الله وده اللي عملته الكنيسة هنا اول ما شافوا حركات جسدية في الكنيسة لغوا الرقص
أول ما شافوا ترانيم على الألحان، طب ما الألحان دي كانت أصلا بتاعتنا احنا. نعم. الله. طب ما هو داود حط سبط رأوبين حوالين تابوت الرب بالعيدان والصنود والرباب عشان يغنوا للرب، ده في العهد القديم. طب الناس العهد الجديد هل تتخيل ان غنوا مكتوبة 200 مرة في الكتاب المقدس؟ طب ما نلغيها غنوا دي، دي كلمة مزيكا في الكتاب المقدس 838 مرة، 39 مرة بالضبط، 839 مرة. طب ليه تسألني سؤال، طب ليه اختفى الغناء الروحي؟ لماذا اختفى؟ نعم. أول حاجة عدم التعليم والدراسة لهذا المجال وهذا الشيء. هذه النوعية تحتاج إلى مقدرة ومساحة من الصوت، وقت، عايزة وقت وعايزة مساحة من الصوت، وعايزة حاجة تانية، شجاعة وجراءة. يعني أنا أطلع دلوقتي تعرف كم واحد أقول لك كده إحنا هنمول، طيب هنمول للرب، فين العفة كده يا أخوي؟ زعلان أنت؟ وما نمول لمين يعني؟ للرئيس؟ طب ما احنا عندنا الرئيس اللي هنموله ده هيموت، احنا بنمول للرئيس مش هيموت ابدا. نعم نعم، قالوا على داود كده زمان. ولما رقص عملت ايه مكيال؟ عملت ايه؟ بصيت عليه واستهزأت، املك يركض ولها اني اتصغر امامك. حصلت لها ايه؟ ظلت عاقر. نعم. فالكنيسه النهارده عاقر ليه؟ ما بتخلفش. لانها ادانت الرقص والهتاف لانه حصل فيه شويه جس. يعني هقول لك حاجه عشان انا راجل بسيط يعني. فضل. تكتشف امريكا مليار دولار مزوره، تقوم لاغيه الدولار، ينفع؟ ما ينفعش. امال تعمل ايه؟ الجزء اللي هو المزور، المزور تمسكه وتركز هي في العمله بتاعتها، تخليها ادق واجمل. لكن احنا خدوا الدقن لغيناه في الكنيسه، خدوا النقاب لغيناه في الكنيسه. ما الراهبات عندنا منقبات ومحجبات من آلاف السنين. نعم. خدوا المزيكا لغناها في الكنيسة. خدوا الأغاني لغناها في الكنيسة. أنا خايف بعد كده نلغي الكنيسة أصلا. لا صح يا سيس. كل الآلات الموسيقية التي كان يستخدمها داود في الجيش، ولا يتقدم للجيش جندي واحد لا يجيد العزف. نعم. تاني حاجة، لأن العالم سرق الألحان من زمان والآلات الموسيقية من الكنيسة، ألحان الكنيسة اتسرقت. طب يا كنيسة ترجعي ألحانك ولا تسيبيها؟ لما أجي أنا أرجع الألحان دي يقول لي لا 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 لا، دي ألحان تشبه اللي بره. لا ده أنا بسترد اللي اتاخد مننا. نعم. حاجة تاني ألغت الأغاني الروحية هو اختلاف الطوائف. دي طائفة بتقول لا، دي طائفة بتقول آه، دي طائفة بين الاثنين راحوا لغوه. مشكلة. فأصبح الترنيم عقيم تعبان ممل. هل تتخيل ممكن واحد في الترنيم ينعس؟ لا طبعا مستحيل. لا، وطلع نغم يقول لك ده ترنيم غربي. طب اشمعنى انا بالترنيم ده كل اوروبا بتسمعه يعني؟ ده بالعكس، انت تعرف الالات الموسيقيه الغربيه فيها تون ونص، احنا هنا الشرقي تون ونص وربع، احنا اوسع واحنا اغنى. نعم. فازاي يعني ده؟ اشمعنى احنا بنقلد الغرب في الترانيم؟ طب ما نقلدهم في الصناعه، طب ما نقلدهم في الاقتصاد، ما نقلدهم في النظافه، ما نقلدهم في التقدم. نعم. يقول لك دي ترنيم غربي. غربي يا ابني؟ احنا شرقيين يعني. يعني احنا هنقول له ربنا ليه خلقتنا في الشرق؟ اذا كان المسيح نفسه شرقي وموسى شرقي
نعم. اتولدوا دول كلهم في الشرق. احنا بنفتخر، انا 35 سنة في اوروبا، لكن افتخر بحاجتين، ان انا مصري، اب قبطي شرقي. ما انساش الحقيقة، معايا جنسية يونانية ومعايا جنسية اوروبية، لكن اول كل حاجة مصري طبعا. نعم. ومصري يعني قبطي، خد لي بالك. اكيد طبعا. نعم. قبطي يعني ايجيبشن، يعني مصري. نعم. وشرقي. يعني ايه ترانيم غربي يعني. نعم. تقول ايه اساس للناس اللي هي لو رئيس دخل كنيسة يقعدوا يسقفوا له ويزغرطوا له الدنيا، لكن يجوا عند ربنا يقول لك لا انا لازم اتجمد، ما ينفعش. في ناس فهمها غلط، ان ببيتك تاريخ القداسة ما ينفعش ان اسقف، يعني اسقف للرئيس الارضي لكن ما اسقفش الملك الملوك، رغم التسقيف مذكور، الاغاني مذكورة زي ما حضرتك ذكرت من شوية، ان شعب الله رنم ومريم مسكت الدفوف بيديها وسبحت الرب. تقول ايه للناس دي، العقول المتحجرة المتجمدة اللي اغلقت عليها الفرح وعمل الروح القدس؟ هتقول ايه بس، ما تعرفش تقول حاجة غير تصلي يعني. انا مصر على اللي انا فيه، بس لن اتراجع، هرنم كده لغاية ما يجي الرب. نعم. ان المهم اصر على اللي انا فيه، لكن ان انا افرض حاجتي على اي حد، لا. انا الحاجة دي ماشية في الكنيسة بتاعتي. نعم. وكل كنيسة انا مسؤول عنها راضية باللون ده. نعم. وكل كنيسة بتدعيني عارفة ده اللون ده اللي بيعجبها، خلاص. لكن انا هفرض الحاجة ده على الناس؟ لا طبعا مستحيل. ده بالعكس، ده انت في وسط الترانيم دي بتخرج شياطين. ده في وسط فرنسا 6 شهور وسط الترانيم، قعدوا 6 شهور من 10 سنين نهضة بس ترانيم، شياطين الارض خرجت يعني. نعم. الشياطين لا تهتز لا من الوعظ ولا من الصلاة، لا ترتعب إلا منين؟ تسبيح. من التسبيح الممسوح الخارج من شخص له عشرة وعشق من الرب، وكلمات أعطاها له الروح القدس ما فيهاش خوارج أو فيها كلمات بذيئة أو كلمات خارجة يعني. نعم. نعم. لو عندما ما هتف الشعب حوالين أسوار أريحة سقطت الأسوار. طبعا. في سؤال يا أسيس دائما، طب ليه الرب ما قالش ليشوع اركعوا وصلوا؟ ليه ما قالوش؟ قال له هترنموا، تلف حوالين السور وترنموا. ليه الرب قال ليهوشافاط في أخبار الأيام الثانية 20 عشان تهزم الثلاث ممالك دول هتجيبوا ناس مغنيين بثياب مقدسة؟ نعم. وهتهتفوا فهيسقط الجيش ده كله، سقط الجيش. نعم. هللويا. هللويا. مين؟ حلو أسيس، رائع أسيس التعليم ده. ربي يبارك. احنا دايما بنستمتع من تعليم اللي ربي مديهولك والترانيم. شكرا للرب. والحلقات الجاية باسم يسوع عايزين واثقين ان الرب يطلع. انا شايف في نغمة شرقية في الكنائس، نشكر الرب. وفي أصوات طالعة باللون الشرقي دي. بس الشباب ده لو ممسوح وليه علاقة قوية ومختبر الرب، صح، هيعمل عمل كويس. وبعدين حتى الترانيم الغربية لو شخص ممسوح ومبارك برضو ده هتجيب نتيجة حلوة يعني. أمين. غرب شرقي لو هو مصدره الرب هيجيب نتيجة. أمين باسم يسوع. أمين يا أسيس. حضرتك من شوية قلت لك نعمل إيه للناس اللي هي عقولها متجمدة ومش قادرة تسبح، قلت لي نصلي، هنعمل إيه يعني؟ ممكن حضرتك تتلك صلاة بسلطان إن الرب يفك القيود؟ أمين. لأن في ناس بتلاقي الفرح في الأغاني بتاعت العالم اللي أصلاً إبليس سرق من الكنيسة الآلات وسرق الأغاني، وقاعدين يتفرجوا على قنوات بيروحوا الكباريه يسكر ويرقص. آه. بدل ما يرقص للرب في الكنيسة بيرقص بره. بالظبط. فاحنا عايزين نوجه لهم ان الفرح ده وقتي، لذة الفجر فرح الرب قوتنا، لكن فرح الرب هو قوتنا، فرح لا ينزع لا ينزع. امين باسم يسوع. فعايزين صلاة يا اسيس الرب. ايها الرب يسوع المسيح، في اسم ابنك ومخلصنا يسوع المسيح، ارجو ان تعطي للترانيم في بلادنا ان يقودها الروح القدس. أمين. في كل كنائسك وفي كل طوائفك. أمين. وتخرج ناس مرنمين وعازفين عظماء مختبرين الرب. أمين.
ممتلئين بالروح القدس، عليهم مسحة يسوع المسيح. كل هذا نصلي وننتظرك ومنتظري الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور حتى تسقط أسوار إبليس في مصر وفي الشرق كله في دم يسوع المسيح وشفاعته. آمين آمين. شكرا لك يا أسيس، ربنا يبارككم. منتظرون أحبائنا المشاهدين في كل العالم والوطن العربي في حلقة جديدة مع الأسيس مجدي. لسه عندنا سلسلة طويلة فيها نسمع أحلى الترنيمات ونسمع فيها أحلى العزف مع أخويا سعيد، والرب هيدينا وقت غير عادي بالروح القدس، لأن إحنا مؤمنين كده أن حيث روح الرب هناك حرية. ابقوا معنا كل يوم اثنين الساعة 6:30، واسمحوا للروح الله يعمل، لأن هذه الحلقات مش كلام بيتقال ولا محاضرات، لكن هي إحنا خاضعين لروح الله. وأنا مرة تاني بشكر الأسيس مجدي على حضوره معنا، وأخويا سعيد على عزفه العازف الرائع. نعم نعم، والرب معكم، ونشوفكم الحلقة الجاية. برتوي منك انت الهي وعيني عليك، منتظرة راحتي في شخصك قلبي.